فلما كل ذرة كربون استغنت عن هيدروجينة عدد الهيدروجينات قل بمعدل هيدروجينتين بقى عدد ذرات الكربون ان وعدد ذرات الهيدروجين اتنين ان يعني هنا عدد ذرات الكربون تلاتة وعدد ذرات الهيدروجين ستة يعني اتنين ضرب تلاتة طيب احنا كده عرفنا ان الصيغه الفورميولا الجنرال فورميولا بتاعه السايكلو الكان مختلفه او بتنقص هيدروجينتين عن الالكان العادي طيب التسميه بتاعتها هي هياها نفس تسميه نفس تسميه الالكانات بالظبط بس كل اللي بنعمله ان احنا بنحط كلمه سايكلو قبل الحاجه تعالي نشوف مثال هنا كام ذره كربون زي ما اتفقنا كل زاويه بالنسبه لي هي ذره كربون عدد ذرات الكربون 3 يبقى سي 3 اتش 6 طيب ده كان اسمه ايه ثلاث ذرات كربون يبقى بروبان وانا في العادي مش هقول بروبان هنا لانه هو سايكل فهقول سايكلو بروبان طيب اربع ذرات كربون سايكلو بيوتان خمس ذرات كربون سايكلو بنتان ست ذرات كربون سايكلو هيكسان سبع ذرات كربون سايكلو هيبتان وهكذا طيب لنفرض ان انا عندي على الرينج دي فيه تفرع ابدا الترقيم من انهي ناحيه لو التفرع تفرع وحيد يعني موجود عليها فرع واحد فقط مثلا وليكن زي ده CH3 موجودة على ذرة كربون أي واحدة فيهم كل اللي هعمله إن أنا مش هقول رقمها لأن هي موجودة على أي واحدة مش هتفرق هي أنهي واحدة فيهم ولكن اللي هعمله إن أنا هقول ميثايل سايكلو بيوتان هو هو سايكلو بيوتان وضفت له التفرع وخلاص طيب افرض أنا عندي اتنين اتنين تفرع موجودين على السايكل ساعتها لازم تبدأ الترقيم من الناحيه اللي تخلي لي كل واحد فيهم اقل رقم يعني ايه انا وليكن هبدا بده وهيكون رقم واحد هفضل امشي مع الناحيه اللي تخليلي التفرع الذي يليه واخد اقل رقم يعني ما تجيش ليا من هنا وتقولي لي دي واحد يبقى دي اتنين تلاته اربعه خمسه يبقى التفرع التاني واخد رقم خمسه ما ينفعش لازم التفرع التاني ياخد اقل رقم فبالتالي هتمشي من اليمين وتقولي واحد اتنين تلاته يبقى واحد وتلاته ضاي ميثايل لان اللي بتطلع بره دي اسمها ميسايل واحنا قلنا ايه كل نهايه وكل كل نهايه وكل ايه وكل آه زاويه واحد وثلاثة ضاي ميثايل سايكلو ها سايكلو هيكسان وهكذا ما ينفعش واحد وخمسة عشان التفرع التاني لازم ياخد أقل رقم مثال تاني عند ذرة الكربون رقم واحد وعند ذرة الكربون رقم خمسة اكتب التفرعات على جنب طالما هما مختلفين عندي واحد وواحد ضاي ميثايل الاتنين ميثايل، صح كده؟ وعند ذرة الكربون رقم ثلاثة تكتبي رقمها ايثايل، طيب أنا عندي تلاتة ايثايل وعندي واحد واحد داي ميثايل، مين اللي بيجي الأول؟ الإم اسم التفرع مش الداي ولا التراي، الإم ولا الإي؟ e؟ الإي، e يبقى تبدأي بيها تلاتة ايثايل واحد وواحد داي ميثايل، وكانت السايكل خماسية هيبقى سايكلو بنتان، طيب مثال تاني، أنا عندي هنا سايكل وطالع منها عدد ذرات كربون اكبر من السايكل نفسها مين هيكون البيرنت هل السايكلوبروبان بروبان هو اللي هيكون في النهايه وده هيبقى بالنسبه له تفرع ولا ده هو هيكون البيرنت وده بالنسبه له تفرع هنا بقى لازم تعرفي الملحوظه دي لو التفرع اللي طالع من السايكل عدد ذرات كربونه فيه اكبر من عدد ذرات كربون السايكل نفسها اذا السايكل بالنسبه لك هتكون تفرع والباقي ده هو اللي هيكون البيرنت. طيب نسمي هنا ازاي؟ دي ذره الكربون رقم واحد، دي ذره الكربون رقم اتنين، دي تلاته ودي اربعه، يبقى بيوتان. انا ببدا من الخلف للامام زي ما علمتك، تمام. وعندي عند ذره الكربون رقم واحد سايكلوبروبان، هكتبها سايكلوبروبان ولا هكتبها سايكلوبروبايل لان هي تفرع؟ هتتكتب سايكلو بروبايل انها موجوده عند ذره الكربون رقم واحد مش لازم تكتبي لي رقم واحد تمام كده طيب التحضير تتوقعوا التحضير هيكون ازاي بالكان عادي او ايا كان الالكان ده في ايه وانزع منه هيدروجينات او الحاجات اللي موجوده هنا هو وصل الكربونات ببعض ليه لان لما هنزعهم هيكون مفيش قدام حل كل واحده فيهم الا انهم يتصلوا ببعض علشان يكملوا النقص اللي عندهم تعالي نفهم الموضوع اكتر البريبريشن رقم واحد فروم الضاي هالو الكان ضاي هالو ضاي يعني اتنين وهالو يعني هالوجينات كلور بروم فلور يود والكان يعني الكان عادي ذرات كربون متصلة بهيدروجينات عادية جدا يبقى الضاي هالو الكان هنعمل فيه ايه هنشيل الاتنين اللي, اللي موجودين في النهايات ونوصل الكربونات ببعضها طيب مين اللي هستخدمه علشان ازيل ال هالك... الالكانات زي ما اخذنا هناك في ازاله الالكانات كان بالزنك او بالصوديوم وده فعلا اللي بيحصل الزنك او الصوديوم هيتشالوا وهنوصل الكربونات ببعض هو كم عدد ذرات الكربون اللي موجوده اصلا هنا يا شباب عشان ما حدش يتلخبط انا قلت كل بدايه ونهايه كربون طيب هنا الب... النهايه اصلا بروم يبقى هيبقى في هنا كربون لا هنا النهاية أصلا بروم يبقى الزوايا بالنسبة لي فقط هي اللي كربونات أنا عندي ثلاث ذرات كربون هيعملوا لي سايكلو بروبان بروبان، تمام وبعد كده بيقول لك خلي بالك ان الطريقه دي اللي هي ازاله الالكانات الداي هالوجيني الداي هالو الكان نقدر نجيب منها سايكلوبروبان والسايكلوبيوتان ولكن بنتان اللي هم خمس ذرات كربون او السايكلوهكسان اللي هم ست ذرات كربون ما اقدرش استخدمها بالطريقه دي يبقى طريقه الضي هالو الكان تنفع لمين للبروبان والبيوتان فقط طيب رقم اتنين من reduction of السايكلو الكين خلي بالك تقريبا نفس الطريقه بتاعه الالكان الالكانات بنستخدمها هنا في الالكي في السايكلو عن طريق الكاتاليتيك ريدكشن كلمه ريدكشن معناها اضافه هيدروجين زي ما اتفقنا اضافه هيدروجين وكاتاليتيك يعني لازم استخدم عامل حفاز لكسر الرابطه الثنائيه وزي ما قلنا الريدكشن في الالكينات علشان اوصل للالكانات كل اللي بعمله ان انا بكسر الروابط وبدل اصحاب الرابطه الثنائيه هيدروجينات طيب الهيدروجينات اللي احنا اديناها فين يا دكتوره هي مش هتظهر قدامك لان في السايكل احنا بنعمل بس فقط ذرات الكربون على انها موجوده لكن لو طالما ما عنديش دبل بوند زي دي يبقى المركب ده كله على بعضه الكان طيب الكاتاليتيك دي الكاتاليتيك ريدكشن او الهيدروجينيشن بنستخدم فيه الهيدروجين والنيكل نفس العامل الحفاز اللي هناك اذا لو شفت قدامي رابطة ثنائية سواء كانت في سايكل أو في حلقة عادية أو في ربط في تشين عادية وشفت هيدروجين ونيكل اكسر الرابط ودي الأصحاب ذرات الكربون هيدروجين الطريقة الثالثة ودي جديدة باي ريدكشن اوف السايكلو كيتون احنا قلنا كلمة ريدكشن معناها إضافة هيدروجين وإزالة أكسجين صح كده؟ ده اللي هيحصل هنا بالظبط الخطوة الأولى إزالة أكسجين والخطوة الثانية إضافة هيدروجين يبقى أنا هستخدم هنا حاجة تعمل لي إزالة للأكسجين والدبل بوند دي وفي نفس الوقت تضيف لي هيدروجينات يبقى ده اسمه ريدكشن للسايكلو كيتون هو ايه الكيتون الكيتون هو عباره عن سي دبل بوند او متصل به كربون من اليمين ومتصل بيه كربون من اليسار والعلامه دي اسمها كربونيل جروب اسمها ايه كربونيل جروب لو شفت الكربونيل متصل بيها من اليمين والشمال كربون المركب ده اسمه كيتون المركب ده من عائله الكيتونات عائله الكيتونات عندها سي دبل بوند او طيب ادى السي دبل بوند او مش احنا قلنا ان كل آه كل زاويه بالنسبه لكربون. كربون كربون ودبل بوند او يبقى ده مين يبقى ده آه كيتون تمام كده طيب الكيتون ده هنعمل فيه ايه هنكسر الروابط وندي هيدروجينات مكانه لان ذره الكربون اللي هنا متصله بكربونه وكربونه ومتصله برابطتين اكسجين ناقصها ايه علشان توصل لالكان ناقصها ان انا ازيل دول واحط مكانهم هيدروجينا وهيدروجينا يبقى اسمه كاتاليتيك ريدكشن او ريدكشن اوف سايكل وكيتون مين اللي هستخدمه الزنك والزنك والاتش جي اس ال يعني بستخدم حمض في وجود الزنك والزنك الزنك والزئبق يبقى زد ان في وجود ال جي اتش سي ال كل دول الزد ان الاول بيكسر الروابط الثنائية رابطة الثنائية والاكسجين ثم بعد ذلك يجي الحمض يضيف هيدروجينات والتفاعل ده اسمه كالمنسون ريدكشن التفاعل ده اسمه ايه كالمنسون ريدكشن يبقى ريدكشن اوف السايكلوكيتون اسمه كلمنسون ريدكشن بنحصل على الألكان المقابل من السيكلو كيتون الألكان المقابل من السايكلوكيتون التفاعل التفاعل اللي بعد كده كاتاليتك ريدكشن اوف البنزين اند اتس هي هيها بالظبط الكاتاليتك ريدكشن اوف الكين كل اللي احنا بنعمله بنكسر كل الروابط الثنائيه علشان اوصل الى الالكان العادي البنزين اند اتس ديرفاتيف عن طريق الريدكشن لاحظ ان كل التفاعلات الثلاثه اللي فيهم دبل بوندز تقريبا سواء كان دبل بوند مع اكسجين او دبل بوند عاديه كلهم تفاعلات ريدكشن كلهم تفاعلات ايه؟ الدبل بوند العاديه زي البنزين والالكينات بنستخدم فيهم نفس العامل الحفاز وهو الهيدروجين في وجود النيكل لان ده يعتبر عامل حفاز قوي بيكسر الروابط وبيضيف هيدروجينات اما بالنسبه للسي دبل بوند اللي موجوده في السايكلوكيتون بنستخدم فيها زنك في وجود الاتش جي اللي هو الزئبق وحمض ايا كان يعني ممكن تلاقي هنا هيدروجين موجب بدل كلمه اتش سي ال دي والتفاعل ده اسمه كلمنسون ريدكشن كده احنا عرفنا طريقه البريباريشن وعرفنا برضو ازاي بنعمل لنفسنا الشكل اللي انا علمتكم عليه يبقى هتكتبي هنا السايكلو الكان وخلاص اعملوه بنفسكم طبعا هنا هتكتبي السايكلو الكان واكتبي الاربع طرق اللي احنا جبناهم من الداي هالوجين من الداي هالو الكان ومن الدبل بوند اللي هو الالكينات السايكلو الكينات ومن البنزين ومن الكيتونات السايكلو كيتون طيب. دلوقتي هناخد التفاعلات بتاعتها ركزي ان الرياكتيفيتي كل ما كان المركب محبوس وصغير كل ما كان الرياكتيفيتي بتاعته عاليه يعني كل ما قل عدد ذرات الكربون في السايكل كل ما زاد التفاعل الري اكتيفتي. الري اكتيفتي يعني المركب ده مستني اي حد يكسر الرابط الروابط دي مستني اي حد يكسر الـ 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 الحبسة اللي هو فيها دي بالنسبه له محبوس محبوس الحبسه اللي بتكلم عليها اسمها سترين او التروجونال سترين يعني ايه سترين يعني ذرات الكربون قريبه جدا من بعضها وذرات الهيدروجين بتاعتهم كمان هم كمان قريبين جدا من بعض وبالتالي كل ما كان المركب عدد ذرات كربونه قليل كل ما كان قريب لبعضه كل ما كان الشجار او اللي احنا بنقول عليه ايه بيتعاركوا مع بعض كتير لان هم قريبين من بعض اما ذرات الكربون والهيدروجين طول ما هي بعيده عن بعضها كل طول ما التفاعل ثابت كل ما المركب ثابت وما هوش محتاج ان يكسر الروابط يبقى السيكلوبروبان اعلى في الرياكتيفيتي عن السيكلوبيوتان عن السيكلوبنتان عن السيكلوهكسان طيب ايه السبب قال both cyclopropane and cyclopentane are highly يعني بيتفاعلوا بطريقه جدا كبيره جدا 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 اي حد لما بيشوف اي حد عايز يتفاعل جنبهم بيروحوا يتفاعلوا معاه طب ايه السبب زي ما قلنا فيري ستريند او سترين سترين يعني محبوسين ذرات الكربون والهيدروجين قريبه جدا من بعضها ومستنيه حد يفك عنها زي ما يكون مثلا عيله مكونه من خمس افراد قاعدين في غرفه واحده ايه اللي هيحصل اول ما واحد فيهم اول ما حد فيهم يجيله فرصه انه يهرب من البيت هيهرب مش كده عشان يقلل الافكت اللي موجود في الخمس في الغرفه هو ده بالظبط اللي احنا بنقول عليه الاسترين بيبقى عليه التفاعلات اول حاجه كاتاليتك هيدروجينيشن طيب ليه كاتاليتك هيدروجينيشن يا شباب لان احنا لما بنضيف له هيدروجين بندي له الهيدروجينتين اللي هم فقدهم اثناء عمل مين اثناء عمل السايكل فاكرين لما قلنا ان كل ذره كربون علشان ترتبط في الاولى لازم كل واحده فيهم تتخلى عن هيدروجينه مش كده طب انا دلوقتي جالي فرصة ان اكسر الرابطة دي وادي لكل واحدة فيهم هيدروجينة ساعتها المركب هيتحول من سايكل الى آآ آآ الى الكان عادي وده اللي بيحصل في السايكل والكان بدي لكل واحدة فيهم هيدروجينة فبالتالي بينفصلوا عن بعض ويتحول المركب من سايكل والكان الى الكان عادي من المسؤول عن التفاعل ده هو هو نفس اللي احنا بنستخدمه الهيدروجين والنيكل عند درجة حرارة عالية نفس الكلام السايكلوبروبان بيوتان ادي له هيدروجين ونيكل بس زودي درجة الحرارة شوية 200 يديكي الكان عادي اما السايكلوبنتان مفيش عنده مشكله ان احنا قلنا ايه لا مش رياكتيف زيه زي السايكلو بروبان والسايكلوبنتان ليه لان ذرات الكربون هنا بعيده عن بعضها وما هياش محتاجه انها تبعد عن بعضها اكتر الرياكشن انرجي انكريز ديو تو انكريز الاستابيليتي اوف المولكيول ليه هنا زودنا درجه الحراره من 60 ل 200 لان المركب ده اعلى في الرياكتيفيتي ومستني اي خطوه اي حاجه تفتح تفتح السايكل اما السايكلوبروبان قصدي السايكلوبيوتان اعلى في الاستابيليتي شويه عن السايكلوبروبان فاحتاجنا درجه حراره اعلى شويه اما السايكلوبنتان مهما عملنا في درجات الحراره او زودنا مش هيتكسر وهيفضل زي ما هو كده خلصت المحاضرة الأولى بفضل الله أخذنا فيها كل يعني ما يمت الموضوع بصلة هبعت لكم كمان شوية فيديوهات عن التسمية بحيث إن لو جالك الاسم أنت ترسمي يعني مثلا لو جات لك الدكتور وقالت لك ارسيم المركب مثلا اه اتنين وخمسة مثلا أو اتنين وتلاتة داي ميثايل مثلا اه بنتان هتعملي ايه لازم تتعلمي ازاي تعملي الموضوع ده طبعا انا هبعت لك فيديو فيه كل حاجة عن الموضوع ده ولكن خليني أقولك أقول لك دايما من ابداي من الخلف للأمام هو بيقول لك بنتان بنتان يعني خمس ذرات كربون ارسمي خمس ذرات كربون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام اتنين وتلاتة ابدأ الترقيم واحد اتنين يبقى هنا ميثايل اتنين وتلاتة داي ميثايل يبقى هنا CH3 دي ذرة الكربون رقم اتنين بالنسبة لك وهنا CH3 لان دي ذره الكربون رقم 3 كملي الباقي هيدروجينات دي حواليها رابطه فاضل لها 3 يبقى CH3 دي حواليها 1 2 3 يبقى فاضل لها هيدروجينه دي وفي حواليها 3 يبقى فاضل لها هيدروجينه دي حواليها 2 يبقى فاضل لها هيدروجينتين ودي حواليها 1 يبقى فاضل لها 3 تمام طبعا كل ده انا هبعته ليكي علشان يكون عندك كل الخلفيه عن الالكانات لو في برضو اي سؤال او اي استفسار ابعتولي ولكن على الواتساب لان انا ما بشوفش التليجرام كتير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته